هل قول بعضهم إن القرآن وألفاظه كلام الله ولكن قراءتنا للقرآن مخلوقة، هل هذا القول صحيح؟ أخذت هذا في النونية، إن الكتابة والأوراق المصحف وصوت القاري كل هذه أشياء مخلوقة، لكن المقروء كلام الله جل وعلا، وأما القراءة فهي عمل القاري، ولذلك تختلف القراءة الصوت الحسن والصوت غير الحسن، والقراءة المجودة والقراءة غير المجودة، فالقراءة عمل المخلوق، أما المقروء فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون القرآن كلام الباري، القرآن أو المقروء كلام الباري، والقراءة صوت القارئ. نعم.